من شركة نور المال مخصص هيئة أوراق المالية، أنا أحمد عزام. محاضرتنا اليوم مقسمة لعدة أقسام، رح نبدأ فيها بأساسيات التداول وآلية التداول طبعاً، ثم رح نمشي على منصة التداول اللي هي ميتا تريدر 4، بعدها رح نحكي على جزئية التكنيكال أناليسيس التحليل الفني وجزئية التحليل الأساسي الفاندمنتال أناليسيس، رح نوصل بالنهاية إذا إن شاء الله ضل معنا وقت اللي هي إدارة المخاطر. طبعاً المحاضرة جماليتها أنها رح تغطي جميع الليفلز، جميع المستويات، بدءاً من المستوى البيجنرز إلى إن شاء الله جزئية البروفيشنالز اللي هي رح ننتهي فيها لإدارة المخاطر. طبعاً تقسيمة المحاضرة دائماً بحب أمشي فيها على مقولة شهيرة، إذا أنت حبيت أنك تكون خبير لازم تبدأ كمبتدئ. فبدايتك كمبتدئ بهذا المجال هي اللي راح توصلك كإكسبرت كخبير. محاضرتنا زي ما حكيت راح نبدا فيها بجزئيه الاساسيات. طبعا اذا بنحكي عن جزئيه الاساسيات اللي هي اساسيات التداول في اسواق العملات الاجنبيه لازم نرجع نظره تاريخيه. طبعا النظره التاريخيه اذا رجعنا فيها للحرب العالميه الاولى والثانيه، طبعا ما بعد الحرب العالميه الاولى والثانيه صار في عندنا حاله كساد او حاله ركود اقتصادي. دول الاقتصادات الكبرى والدول الكبرى اقرت انه يصير في عن في اجتماع اللي هو بريتون وودز، اتفاقيه بريتون وودز. طبعا حوالي 40 دوله الى 44 دوله تم الاجتماع بهذاك الوقت للخروج طبعا من حاله الكساد وحاله الركود الاقتصادي. طبعا حاله الكساد وحاله الركود الاقتصادي تحتاج انه يعملوا عمليه جذريه للخروج من حاله الكساد وحاله الركود. ففي عام 1944 اتفاقيه بريتون وودز نصت على تسعير أنصة الذهب بالدولار الأمريكي. طبعاً ليش سعروها بالدولار الأمريكي؟ لأنه في عام 1944 الدولار الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأقل ضرراً من الحرب العالمية الأولى والثانية، فتم تسعير سعر أنصة الذهب بالدولار الأمريكي اللي هو 35 دولار. طبعاً إضافة إلى ذلك تم تسعير العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي. طبعاً الربط اللي بيتم لسعر العملات الاجنبيه للدولار الامريكي لازم يكون في حاله ثبات لسعر العمله، ما يصير في عمليه تغيير. طبعا عمليه تغيير 1% اكثر من 1% الحكومه مرغمه للتدخل بالبنك المركزي المتمثل بالبنك المركزي لاي دوله لاعاده السعر الى ما كان عليه. طبعا اخر حاله صادفتنا بالفتره ما قبل 4-5 سنوات اللي هي كانت تسعير اليورو مقابل الفرنك السويسري. قبل 4-5 سنوات تم إلغاء الاتفاقية، فصارت في حركة السيولة ترتفع وتنخفض بناء على العرض والطلب. طبعا زي ما حكيت العرض والطلب أو التسعير، بما أنه في عملية تسعير للعملات ما لازم يصير في أي حركة، اختلاف 1% لازم تكون الحكومة المتمثلة بالبنك المركزي تتدخل. استمرنا على هذا الوضع وهي الحالة إلى عام 1970 لا وجود الرئيس الأمريكي جونسون. طبعا الرئيس الامريكي جونسون اللي هو مول حرب فيتنام، طبعا مع تمويل حرب فيتنام ادى الى دخول بعجز الميزان الاقتصادي او عجز الميزان التجاري الامريكي. طبعا عجز الميزان التجاري الامريكي راح ياثر على قيمه الدولار الامريكي، بما انه في ترابط بين اسعار العملات مع الدولار الامريكي فراح يؤدي الى تدهور الاقتصادات كامله مش اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه. في عام 1973 الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون الغى تسعير الدولار او اعاده او صرف الدولار الامريكي لتحويل الدولار الامريكي للذهب، مما ادى طبعا الى مطالبه الدول انه خلص ما عاد بدنا نحن نستمر مع بعض بحاله تثبيت سعر العملات. ف عام 1973 اقرت الدول انه خلص اوكي صارت اسعار العملات بدنا نلغي التثبيت. هل الغاء التثبيت راح يصير في حركه سعر العملات تتحرك، راح تتحرك على اكثر من 1%. طبعا حركه اكثر من 1% بناء على العرض والطلب. هل اذا صار في حركه اكثر من 1% عرض والطلب راح يكون في بدايه السوق صارت سوق جاذبه للمؤسسات الماليه الكبرى للبنوك الاستثماريه، مما ادى الى وجود تجاره العملات. طبعا ما بعد ذلك وصولا لسنه 1990 او دخلنا بالتسعينات، بعدين بالالفينات بدينا صارت التجارة أكثر للأفراد، طلع من نطاق المؤسسات المالية الكبرى،
وانتقلنا لمرحلة تداولات الأفراد. هلا نحن اللي بهمنا كمتداولين كأفراد ما رح يتم حكيه بعد قليل. طبعا رح أبدأ بجزئية الأساسيات. رح نبدأ بداية، طبعا استحملوني، أنا عارف إنه في مجموعة رح تكون مش رح يعجبها بداية البرزنتيشن لأنه جزئية البدائية طبعا هاي للمبتدئين، بعدين رح نطلع بالرتم بالليفل، نطلع درجة درجة مع بعض بما إنه المحاضرة هي تقريبا 4 ساعات. رح نبدأ بتعريف الفوركس. طبعا الفوركس هو سوق تبادل العملات. سوق تبادل العملات طبعا ما يطلق عليه سوق تبادل العملات الأجنبية، هو اختصار للفوركس، الفوركس اختصار للفورين اكسشينج. طبعا ما بهمنا نحن كمتداولين اللي هو السعر. السعر والسعر بتحرك بناء على السبلاي والديماند، بناء على العرض والطلب. فنحن كمتداولين اللي بهمنا السعر. الجزئية الثانية ميزات العمل لسوق العملات الأجنبية أو الفوركس. طبعا أول نقطة اللي هي السيولة العالية. طبعا إذا حكينا على السيولة العالية بدنا نوصل لمرحلة إنه تداولات سوق العملات الأجنبية باليوم الواحد تتداول بين 3 إلى 5 تريليون دولار، مقارنة بالسندات، تداولات السندات إلى 10 أضعاف. إذا بدنا نقارنها ببورصة الأسهم ما يتجاوز 3 أضعاف سوق الأسهم العالمية جميعا. فسوق العملات الأجنبية يعتبر فيها سيولة مرتفعة جدا مقارنة بسوق الأسهم، مقارنة بسوق السندات. الجزئية الثانية اللي هي الرافعة المالية الليفرج. الرافعة المالية الليفرج اللي هي أداة استثمارية بتم تزويد أي متداول متداولين الأفراد للتداول في سوق العملات الأجنبية، بيعطيك قوة شرائية للتداول. على سبيل المثال إذا حكينا على رافعة مالية 1 لـ100، فالتداولات على طريق الرافعة المالية رح تعطينا قوة شرائية بما يزيد 0. يعني إذا حسابك التداول 1000 دولار بدك تزيد 0 عليهم، يعني 100,000 دولار. 10,000 دولار 0 اللي هي 1,000,000 دولار. فالرافعة المالية بتعطيك قوة شرائية أكبر. فمقارنة طبعاً بالتصريف العملات عند الصرافين أو مقارنتها بالتداول العملات على طريق البنوك، فالرافعة المالية بتعطيك expansion أكثر بالتداول الحساب. الجزئية الثالثة العمل على مدار اليوم. طبعا العمل على مدار اليوم سوق العملات أو خلينا نحكي سوق السلع وسوق المعادن التداول فيه بيكون 5 أيام بالأسبوع، بدءا من يوم الاثنين الساعة 12 يوم الاثنين فجرا إلى نهاية يوم الجمعة الساعة 12 بالليل. التداولات بتكون 24 ساعة غير مقتصرة على نطاق معين، على فترة زمنية معينة. فالتداولات بتكون عبارة عن 24 ساعة. طبعا هذا اللي بيعطيها السيولة، لأنه لما بدنا نيجي نقسم فترات التداول في سوق العملات الأجنبية رح نقسمها إلى أستراليا، إلى آسيا، إلى أمريكا، إلى أوروبا. فالتداولات تزداد، بيزداد الزخمها تدريجيا مع مرور اليوم وصولا الى امريكا وصولا الى السوق الاوروبية. فهذا اللي بيعطيها قوه وبيعطيها سيوله. قلت تكلفه العمليات. تكلفه اي عمليه بتم تداولها مقسومه الى قسمين. قسم اللي هو سبريد الفارق السعري، طبعا الفارق السعري معروف كل مكان متواجد سواء تداول الكتروني او تداول فعلي، اللي هو بيكون الفارق السعر بين الشراء والبيع. النقطة الثانية اللي هي كوميشن العمولة. طبعا نور المال بتقدم سبريدات تنافسية، فروقات سعرية تنافسية، وكوميشن زيرو كوميشن. النقطة الخامسة إمكانية فتح حساب تجريبي، حساب ديمو. طبعا الحساب ديمو عبارة عن نسخة مطابقة للأصل محاكية للواقع. يعني حسابات التداول التجريبية أو حسابات التداول الديمو هي نفسها حسابات التداول اللايف، أبداً ما فيها أي اختلاف بالمرة، سواء من السعر تسعير العملات، سواء من التداولات بالرافعة المالية، سواء من التداولات بالهامش المحجوز الهامش الغير محجوز. يعني حركة السعر بتكون مطابقة من الحركة السعرية لللايف إلى الديمو أكاونت. طبعاً الديمو أكاونت مفيد جداً للمبتدئين، سواء للمبتدئين حتى للبروفيشنال. للمبتدئين بداية التداول، طبعا انت لما تيجي تتداول اول حساب لك
لما تيجي تتداول الديمو اكاونت بتطبق كل شيء انت تعلمته على الديمو اكاونت. للبروفيشنال الناس المحترفين اي شيء مثلا ممكن جديد طرق على تعلمه جديد ممكن انه يجي يطبقه على الديمو اكاونت قبل التطبيق على اللايف اكاونت. فحسابات الديمو هي حسابات مطابقه على ارض الواقع، محاكيه لتداولات على ارض الواقع. النقطه التاليه التداول من اي مكان. هلا التداول من اي مكان، التداول الفوركس او تداول العملات الاجنبيه اللي هي تعرف عليها اوفر ذا كاونتر، يعني ممكن اتداول حساب انا فتحته هون بالاردن ممكن اتداول عليه من اي مكان موجود فيه، سواء بتداول على اللابتوب سواء بتداول على الموبايل. الشيء الوحيد اللي انا بدي اياه بس اللي هو انترنت. انترنت واداه التداول، تنزيل الميتا تريدر منصه التداول بتتيح لي اني انا اقدر اتداول من اي مكان على موجود جغرافيا. النقطه الثانيه اللي هي امكانيه المتاجره بمبالغ صغيره. طبعا مقارنه حاليا، مقارنه الوضع الحالي بالسابق، حاليا امكانيه اننا نتداول باي مبلغ متوسط صغير جدا مقارنه بالفتره السابقه. الفتره السابقه زي ما انا حكيت قبل 2005 ما كان في عندنا ميتا تريدر 4، كانت عمليه التداول بده يكون في عندنا حسابات اكبر ما قبل الرافعه الماليه، حتى اذا بدي احكي قبل ميتا تريدر 4 ما قبل هاللي قبل الرافعه الماليه، كانت التداولات مقتصره فقط على اصحاب رؤوس الاموال الكبيره اللي هي الافراد رؤوس الاموال الكبيره. حاليا امكانيه التداول مع رؤوس الاموال الصغيره. طبعا كيف ممكن نتداول برؤوس الاموال الصغيره؟ زي ما حكيت الرافعه الماليه الليفرج بتعطيني قوه شرائيه اكبر من المبلغ اللي انا موجود معي، يعني انا لما يكون معي عباره عن 1000 دولار بقدر اتداول فيها برافعه ماليه مقارنه على ارض الواقع ب 100000 دولار موجوده عندي، فبتعطيني قدره شرائيه اكبر لعمليه التداول. هلا بدي انتقل لنقطه الانواع العملات. هلا انا زي ما اتفقنا العملات الاجنبيه انه انا عم بتداول عملات اجنبيه. هلا بدي اعرف انا لما بدي اجي اتداول عملات اجنبيه ما راح اتداول بالشاشه الموجوده عندي على عمله واحده فقط. نظام التداول في الفوركس او في السوق العملات الاجنبيه نظام زوج، نظام عملتين مع بعض، نظام ثنائي. يعني بده يكون في عندي عمله اليورو مثلا مقابلها الدولار الامريكي، ما بقدر اني اتداول كيورو لوحده، لازم اتداول زوج من العملات مع بعض. فعشان هيك بتم تقسيم العملات او البير او الزوج او السيمبل الموجود عندنا رمز التداول الى قسمين، قسم الاساس وقسم المقابله. هلا الازواج تتقسم عندنا لثلاث اقسام، الازواج المباشره وغير المباشره والكروسات التقاطعات. الازواج المباشره اللي هي جميع الازواج اللي بيكون العمله الثانيه العمله المقابله لها الدولار الامريكي. من امثله عليها زي ما احنا شايفين اللي هي اليورو مقابل الدولار الامريكي، اللي هي اختصارها EUR USD، الاسترليني جنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي GBP مقابل USD، دولار استرالي مقابل الدولار الامريكي AUD مقابل USD، والدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الامريكي NSD مقابل USD. زي ما احنا شايفين عملتين هو عباره عن بير، AUR اللي هو اليورو مقابلها USD مقابل الدولار الامريكي. فنحن عندنا عملتين مقابل بعض. طبعا شو راح نستفيد من العملتين؟ راح احكي عنها بعد شوي. الازواج الغير مباشره، الازواج غير المباشره اللي هي العملات اللي موجود عندنا اللي بيكون رمزها رمز الدولار الامريكي بالجزئيه الاولى لعمله الاساس، منها USD مقابل GBY، USD مقابل CHF، USD مقابل الكندي، اللي هم الدولار مقابل الين الياباني، الدولار مقابل الفرنك السويسري، الدولار مقابل الدولار الكندي. فهدول الازواج لما بكون في عندي العمله الاولى دولار بنصنفهم ضمن الازواج غير المباشره. النوع الثالث اللي موجود عندنا اللي هي الكروسات التقاطعات، اللي هي بكون الدولار الامريكي مش موجود بين العملتين، يعني على سبيل المثال اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اختصاره EUR GBP،
أو اليورو مقابل الين الياباني، EUR مقابل GBY. طبعاً أي عملة أخرى اللي هي مثلاً يورو مقابل الدولار الأسترالي، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي، في خيارات طبعاً واسعة جداً موجودة للتداول. هلا أنا كيف بدي أعرف كسعر العملات؟ هلا سعر العملات بتكون موجود عندي على منصة التداول زي ما نحن شايفين، بتكون موجودة بهذا الشكل سيمبول الأزواج اللي موجودة. يعني على سبيل المثال عندي اليورو، الجنيه الإسترليني مقابل طبعاً الدولار، بنسميها أي عملة مقابل الدولار الأمريكي، ونسقط الدولار الأمريكي من حكي من مقولة الزواج نفسه. اليورو، الجنيه الإسترليني، الأسترالي، النيوزيلندي، الين، الكندي، الفرنك السويسري. هلا مجموعة العملات الموجودة عندنا كسيمبول موجودين عندنا، موجود عندهم خانتين أسعار، خانتين الأسعار اللي هما البيد والأسك. البيد والأسك اللي هما سعر البيع وسعر الشراء. سعر الشراء اللي بتنفذ على عندي على سعر الأسك، يعني أي عملية تداول بدها تتم على هدول الأزواج لما بدي أجي أتداول عليهم بدي أنفذ عملية شراء راح أخذها على سعر الأسك. أي عملية بيع بدي أنفذها راح تتم على سعر البيد. طبعاً شو الاختلاف بين السعرين؟ الاختلاف بين السعرين هو الفارق السعري فقط، الفارق السعري يعني السبريد. السبريد هو الفارق السعري. طبعا الفارق السعري موجود على منصة التداول الإلكترونية وحتى موجود على أرض الواقع. على سبيل المثال أنا لما بدي أجي أحول الدولار الأمريكي للدينار عندنا، الدينار الأردني، بكون في سعر البيع مختلف عن سعر الشراء عند الصرافين، كذلك عند البنوك. فنفس الشيء بكون في عندي اختلاف بين سعر البيع وسعر الشراء بالمنصة التداول المتواجدة عندي. طبعاً مثال موجود عندي، إذا كان عندي سعر دولار الين، إذا زي ما نحن شايفين عندنا السعر دولار الين 108.07 الين اللي هو متواجد بالسعر USDGBY 108.7. هذا السعر بدل لي على إن كل دولار أمريكي بيساوي 108 ين، طبعاً ما بعد الفاصلة اللي هي السنتات. على سبيل المثال أول سعر موجود عندي اللي هو اليورو مقابل الدولار الأمريكي، السعر المتواجد اللي هي 1.10. طبعاً 1.10 بتعني إنه كل يورو متواجد عندي بيساوي 1.10 للدولار الأمريكي. وكذلك مثلاً بدي أخذ المثال الثاني اللي هو الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، بدل لي على إن كل جنيه إسترليني بيساوي 1.24 للدولار الأمريكي. هلا أنا لما بدي أجي أقرأ الأسعار لازم أعرف كيف بتتسعر. بدي أجي أعرف كيف تتسعر، بدي أعرف إنه في إشي عندي كأسعار هي إشي اسمه نقطة سعرية، البيب. البيب اللي هي النقطة السعرية. طبعاً هلا بالنسبة لي لما يجي يتحرك السعر سنتات على تداولات اللي بتواجد، يعني تداولات من عند الصرافين، يعني هي لا تعني إلا سنتات، إلا أشياء قليلة. بينما التداول الإلكتروني السعر السنتات لما يتحرك سنتات هو يعني إشي كبير على حساب التداول، بسبب إني أنا لما بدي أجي أتداول في عندي قيمة العقود اللي راح أحكي عنها بعد شوي. فلازم أعرف بداية كيف النقطة السعرية، كيف أنا بعرف النقطة السعرية. إذا بدي أطلع على أول صورة متواجدة عندي اللي هي السعر الباوند مقابل الدولار، أول صورة من الشمال طبعاً، في عندي السعر اللي هو متواجد 1.3536، والسعر اللي جنبي اللي هو باللون الأحمر، مربع اللون الأحمر، اللي هو 1.3537. هلأ دائماً بدي أعرف النقطة السعرية، بدي أعرف النقطة السعرية اللي هي بتكون الرقم الرابع بعد العشر، بعد الفاصلة، الرقم الرابع بعد الفاصلة. كل حركة سعرية هاي بتساوي نقطة سعرية، بتساوي نقطة سعرية، لأن أنا لما بدي أتداول أول إشي لازم أعرفه النقاط. كيف أنا بدي أعرف النقاط؟ كيف بدي أحسب النقاط؟ طبعاً بعد حساب النقاط أنا بقيس عليها وبحسبها دولارياً بالتداول بالكاش. فلازم أعرف أول إشي النقاط، لأنه كل نقطة بتتحرك عندي للسعر هي تضرب بعملية التداول اللي أنا موجود عندي، فبتأثر على حساب التداول اللي موجود معي. فلازم أعرف كيف أحسب النقطة. فأنا زي ما حكيت النقطة العشر الرابع، الرقم العشر الرابع هو النقطة.
اللي هو متواجد عندي رقم 6 ورقم 7. فهل على سبيل المثال انا لما بدي اجي اطلع 35 36 اذا تحرك السعر كمان نقطتين على سبيل المثال بكون صار عندي 35 38 كمان نقطتين 35 40. هلا انا دخلت بالاعشار، اذا تحرك السعر 5 صار السعر 1.35 46 على سبيل المثال، هيك بكون تحرك السعر 10 نقاط. اذا بدي اجي احكي 35 56 بكون تحرك السعر 20 نقطه. كذلك الامر اذا تحرك صار 36 36 على سبيل المثال 1.36 36 بكون التحرك السعري 100 نقطه وهكذا. فانا لما بدي اجي اتحرك فلازم اعرف النقاط السعريه كيف بتم تصنيفها. هلا الصوره الثانيه المتواجده عندي الرقم العشرين الخامس. هلا الرقم العشرين الخامس انا ايش بفيدني؟ الرقم العشرين الخامس بفيدني انه هو جزء من النقطه، هو جزء من النقطه. لما حكيت الرقم العشرين الرابع هو نقطه كامله، هلا الرقم العشرين الخامس هو جزء من النقطه. هلا انا على حكي السعر دائما بسقط وبهمل، بس شو بفيدني؟ بفيدني انه شركة الوساطة اللي بتقدم سبريدات منافسة جدا سوت الارقام العشرية 5 على مبدأ يصير في عندك سبريدات اقل من نقطة. فالرقم العشر الخامس بفيدني انه انا باخذ سبريدات اقل من نقطة. على سبيل المثال اليورو 0.2 سبريد 0.2 الى 0.5 يعني اقل من 2 دولار على او 2 دولار او بين 5 دولار اللي هو بما انه متحرك من 2 دولار الى 5 دولار لكل عقد ستاندرد. هلا جزئيه النقطه انا لازم اكون فاهمها 100% عشان انتقل للجزئيه التاليه. اي سؤال عليها ولا انتقل للسلايد التالي؟ اللي عندنا هون اول وحده اللي هي الباوند مقابل الدولار، محطوط الدولار ساين لانه كل باوند كل جنيه استرليني موجود عندي يساوي 1.35 دولار اذا كان استهلاك. فانا عندي العملتين، العمله الاساس والعمله المقابله اللي موجوده عندي. العمله الاساس اللي هي العمله اللي انا زي كأن انا بدي اصرفها، العمله الثانيه اللي انا بحول لها. فلما يكون في عندي السعر الاول معناته سعر الباوند كل باوند كل جنيه استرليني موجود عندي يساوي هذا الرقم للدولار الامريكي. الاكسشينج ريت بالمقابل اليورو مقابل الدولار هون كل يورو بيساوي 1.09. النقطه التاليه اللي هي انواع عمليات التداول. هلا انا في عندي زوج اتفقنا عليه انه في عندي زوج تداول كسمبل موجود عندي على شاشه التداول. انا بطلع بدي اشوف اي عملة من العملات اللي بدي اتداول عليها. لما بدي اجي ادخل اما راح يكون في عندي خيار من خيارين، اما التداول اما بيع او الشراء موجود عندي. فهاي عمليات الشراء بتتم على انا لما بدي اجي اشتري وابيع راح تكون بشتري العمله الاولى الموجوده عندي، العمله الاساس اللي موجود عندي. يعني بالمثال السابق اللي كان عندنا الباوند مقابل الدولار، انا لما بعمل عمليه شراء بكون اشتريت الباوند كعمله واحده، دفعت مقابلها الدولار. اليورو بكون اشتريت مثلا اليورو ودفعت مقابلها الدولار الامريكي. هلا الاوامر اللي متواجده عندي بمنصه التداول امرين، نوعين من الاوامر اللي هي اوامر اللي هي ماركت اكسكيوشن، اوامر تنفيذ فوريه، او اوامر معلقه البندنج اوردرز. هلا الماركت اكسكيوشن التداول بالعملات الاجنبيه، في عندي الماركت اكسكيوشن التداول اللي هو تنفيذ فوري. انا لما باجي بطلب يعني زي ما انتم شفتوا السعر، السعر بيكون موجود عندي على 5 اجزاء. هلا الارقام العشريه الخمسه انا لما بدي اجي اطلب التداول عليها بده يكون التنفيذ فوري وشركه التداول بدها تعطيك السعر اللي انت طالبه بالضبط بما يتناسب مع السعر اللي انت طلبته فورا. فهذا الماركت اكسكيوشن، فبكون في عندي تنفيذ فوري، انا بنفذ فورا بدخل اما عمليه بيع او شراء على السعر اللي بيكون متواجد عند السوق باللحظه اللي انا بسوي فيها عمليه التداول. هلا اوامر التنفيذ المعلقه اللي هي البندنج اوردرز، البندنج اوردرز انا بتفيدني كتداول اللي هي ادفانتج طبعا موجوده عندنا بالعملات بالتداول بالعملات، اللي هي انا بقدر احط امر واترك منصه التداول وخلص، يعني انه ما اتفرج عليها.
يعني أنا باجي بحط سعر شراء أو سعر بيع على سعر مش متواجد بنفس اللحظة. إذا وصل السعر للسعر اللي أنا حاطه بتنفذ الأمر. على سبيل المثال، أنا كان عندي حالياً مثلاً الكابل الباوند مقابل الدولار الأمريكي 1.2450 حالياً. أنا ما بدي أتداول عليه، ما بدي أعمل تنفيذ فوري، ما بدي أشتري ولا أبيع، بس أنا عندي رؤية إنه لو وصل ل 1.2550 على سبيل المثال بدي أعمل عملية بيع. أنا ما راح أكون متواجد هذيك اللحظة، ما بدي أكون متواجد، فبحط أمر معلق عملية بيع سلمت بنسميها على 2550، بتم التنفيذ لما يوصل السعر على هذا الرقم، بتم التنفيذ فوري، سواء أنا كنت متواجد أو ما كنت متواجد، سواء كنت مشغل منصة التداول أو ما كنت مشغل منصة التداول، فهاي التنفيذ الفوري. طبعاً التنفيذ اللي هي البيندينج أوردرز، الأوامر المعلقة. طبعاً الأوامر المعلقة ممكن ناخذ نوع تاني منها اللي هي إيش نسميه الستوب لوس والتيك بروفيت. هلا الستوب لوس والتيك بروفيت اللي هي وقف الخسارة، والتيك بروفيت اللي هي جني الأرباح. أنا نفذت عملية على سبيل المثال عملية شراء أو خلص ما بدي أتابع السوق، فعشان أكون أضمن إنه الحركة السعرية إذا صارت عكس توقعاتي، صارت في عملية عكس توقعاتي، إنه أنا بحط ستوب لوس لما يوصل السعر لهذا المركز، يتم التخارج من المركز الموجود على خسارة، فعشان هيك نسميه ستوب لوس، وقف الخسارة. هلا أنا داخل المركز والحركة السعرية اتجهت مع توقعاتي، فأنا بكون حاطط إشي اسمه تيك بروفيت اللي هي جني الأرباح. لما يوصل السعر عليها، طبعاً السعر لازم يوصل بالنقطة اللي حكينا عنها بالبيب. إذا وصل أقل من بيب واحدة، الحركة ما بتم التنفيذ لا الستوب لوس ولا التيك بروفيت، لازم يتم الوصول السعر على النقطة بالضبط. فلما وصول السعر للتيك بروفيت اللي أنا حاطه، بتم التخارج لجني الأرباح على النقطة اللي أنا حاطها. يعني على سبيل المثال، أنا دخلت مثلاً زي ما حكيت اللي هو باي على الباوند مقابل الدولار 1.2450 على سبيل المثال، حطيت ستوب لوس على 1.24 الفيجر 1.2400، حطيت التيك بروفيت على 1.2550. الحركة السعرية بعد ما نفذت العملية طلع السعر وصل لتيك بروفيت اللي أنا حاطه بالنقطة، بتم التخارج من الصفقة اللي أنا حاططها على الربح، سواء أنا كنت موجود ولا مش موجود، سواء فاتح منصة التداول أو مش فاتح منصة التداول. هلا برضو من الأوامر اللي موجودة عند الأوامر المعلقة، في عندي أربع أقسام اللي هي بقسمهم 2 لعمليات الشراء و2 لعمليات البيع، راح أحكي عنهم سريعا، اللي هما باي ليميت وباي ستوب اللي هو لعمليات الشراء. هلا هدول التنتين بيختلفوا وضعهم، يعني في بداية التداول هذول راح يكون فيهم صعوبة، لأنه الباي ليميت والباي ستوب بدك تحفظهم، إنه أي واحدة اللي بدي أحطها لعملية الشراء السعر لما يكون مثلا فوق السعر الحالي أو تحت. على سبيل المثال نفس المثال اللي حكيت عنه اللي هو الباوند، بدي أدخل عملية شراء بس ما بدي أدخل من السعر. هلا السعر 1.2450، إذا بدي أنفذ عملية الشراء أسفل السعر اللي موجود وأنا بدي أحط السعر فورا على سبيل المثال 1.2410، بتم وضع السعر بدون تنفيذ الأمر باي ليميت، بحط باي ليميت. إذا نزل السعر وصل 1.2410، بتم تنفيذ السعر، بدخل عملية الشراء. هلا إذا أنا بدي أحط عملية الشراء أعلى السعر الحالي، بدي أستخدم باي ستوب، يعني السعر 1.2450، بس أنا رؤيتي بتحكي للسوق إنه لو تم اختراق 1.2510 راح يكمل الطلوع. أنا متوقع يكمل الطلوع لما يخترق 1.2510، فبحط باي ستوب على 1.2510. إذا السعر وصل ل 1.2510 بتم تنفيذ الصفقة وخلص، أنا بدخل لعملية البيع على 1.2510. إذا نزل السعر قبل التنفيذ، ما بيتم تنفيذ. هلا هاي الآلية مجانية، طبعا مجانية، بيتم وضع الأمر. إذا أنا غيرت رأيي على سبيل المثال، غيرت التحليل تاعي، غيرت الرؤية التحليلية الموجودة عندي، بيتم خروج من الصفقة، بعمل كلوز، فما بيتم أبدا احتساب لا سبريد
ولا أي شيء، بتكون عبارة عن مجانية. إذا تم تنفيذ الصفقة هون أنا خلص أوكي، دخلت الصفقة، بيتم خصم سبريد وتبدأ العملية تشتغل عندي. نفس الشيء بالمقابل اللي هي عمليات البيع، السلمت والسل ستوب. السلمت والسل ستوب الموجودين عندنا، أنا موجود عندي السعر 1.24 1.25 50، بدي أحط أمر بيع على 1.25 10، بحط سلمت من 1.25 10. إذا أنا بدي أنفذ عملية بيع أسفل السعر المتواجد حالياً، على سبيل المثال زي ما أنا حكيت رؤية التحليلية أنه يتم هبوط السعر لما يكسر على سبيل المثال 1.24 10، اللي هي 1.23 50 1.23 10، أي سعر أسفل السعر الحالي، بحط عملية سيل ستوب. برضو ما بيتم تنفيذ العملية إلا إذا وصل السعر اللي بيكون متواجد فيه السوق اللي هو عم يعمل أبديتد عليه دائماً، إلا لو ليوصل على السعر اللي أنا حاط البيندينج أوردر، الأمر المعلق. طبعاً أكيد لو مثلاً ممكن يخطر ببالك سؤال إنه أنا ليش بدي أحط سعر أشتري من أعلى من السعر الحالي؟ الناس بتشتري من سعر أقل. هلأ لا، هلأ التداول، جدية التداول في سوق العملات إنه أنا ما أتداول على السعر، لأنه ما في قناص موجود إنه بده يشتري لك دائماً من أقل سعر ويبيع من أعلى سعر. ما في، بدنا نحاول نوصل لهي الفكرة. حالة التداول أو حالة التحليل هي اللي بتحكمني إنه أنا أشتري وأبيع بناء على المستوى اللي بيكون متواجد عندي السعر. يعني على سبيل المثال أنا بدي أشتري من سعر أعلى موجود، أنا مش خسران، بس أنا طلعت رؤية التحليلية بتحكي اختراق هذا المستويات هون. يعني على سبيل المثال الذهب وصل أكثر من مرة 1510 على سبيل المثال، كان يرد السعر منه، أنا عرفت إنه في عندي ريزيستنس موجود هون، لازم آخذ بالي إنه لما يتم اختراق هذا المستوى أنا ممكن أشتري. ما اشتريت على فكرة من 1470 لما ينزل السعر مثلا 1489 لما ضربه امبارح، لا، أنا رؤية التحليل بتحكي بعد اختراق على سبيل المثال 1520، فبناء عليها بحط الباي ستوب. فالبندنج أوردرز بناء على حالة السوق أنا اللي بحطها. هلا ربطا بالبيب، ربطا بعد النقاط الموجودة، أنواع العقود. أنواع العقود بتنقسم عندي لثلاث أقسام. القسم الأول اللي هو مايكرو، يسمى بالمايكرو. القسم الثاني اللي هو يسمى ميني، عقد مصغر. القسم الثالث اللي هو الستاندرد، العقد القياسي. هلا شو اختلاف الثلاثة الموجودين عندنا؟ الاختلاف شرائي أو بيعي للعملة الأساس. أنا لما أشتري عقد مايكرو، طبعاً عقد المايكرو يرمز له رقمياً 0.01، لما أحط 0.01 عند اللوت سايز معناته أنا مشتري عقد مايكرو، لما أحط 0.02 على سبيل المثال بكون أنا اشتريت عقدين مايكرو. هلأ أنا لما أشتري عقد مايكرو شو يعني؟ شراء عقد المايكرو يعني أنا اشتريت 1000 من العملة الأساس. يعني على سبيل المثال أنا لما أجي أشتري اليورو مقابل الدولار بعقد مايكرو واحد فقط، معناتها أنا اشتريت 1000 يورو. هيك معناها بالتداول الإلكتروني. هلأ شو معناتها؟ شو بصير لما أنا بتداول بشتري مثلا على سبيل المثال عقد مايكرو؟ عقد المايكرو يعني إنه كل حركة سعرية، شفتوا لما حكينا الحركة السعرية الموجودة عندنا تقاس بالنقطة، كل نقطة بتتحرك بالسعر بشراء عقد المايكرو يعني أنا ربحان 10 سنت أو خسران 10 سنت بناء على حركة السعر أو شرائي أو بيعي للعملة. كل عقد مايكرو يعني دولاريا 10 سنت بشراء أو بيع، يعني أنا اشتريت 1000 وحدة من العملة الأساس. اشتريت 2 مايكرو يعني النقطة لما تتحرك أنا بربح أو بخسر 20 سنت. اشتريت 6 مايكرو معناتها أنا اشتريت أو خسرت بربح أو بخسر 60 سنت. يعني الحركة السعرية كل نقطة بتتحرك 60 سنت. طبعاً الحركة السعرية الأفرج اللي موجود عندنا بالتداول على سبيل المثال ممكن اليورو يتحرك باليوم 60 نقطة 70 نقطة، الباوند ممكن يوصل حركته ل 100 نقطة يوميا. فلما نيجي نحكي مثلا عن نقطة سعرية يعني في حركة يومية، التداولات بتكون متواجدة يوميا بحركة سعرية مجزية للتداول. هلا النوع الثاني اللي هو الميني. الميني يعني بشرائي او بيعي انا بشتري 10000 وحدة من العملة الاساس بشرائي مثلا اليورو، انا يعني اني شريت 10000 يورو بالعقد الميني.
عقد المني رمزته رقميا 0.10. كنا نحكي مايكرو 0.01 على سبيل المثال، هلا صرنا نحكي 0.10 يعني 0.10. انا هيك بكون اشتريت عقد مني. شراء 2 مني 3 مني شو يعني دولاريا؟ كل نقطة سعرية بتم حركتها على زوج التداول، طبعاً إن جنرال أنا بحكي، لأنه في أزواج بكون حركتهم السعرية أقل من نقطة، في حركة سعرية أكثر من نقطة. إن جنرال نحكي على نقطة، نقطة حركة الميني النقطة تاعتها الدولار. كل عقد ميني أنا لما يجي يتحرك السوق فيها بكون أنا ربحت أو خسرت دولار. شراء 5 ميني على سبيل المثال، يعني أنا الحركة السعرية لكل نقطة أنا ربحان أو خسران 5 دولار لكل حركة سعرية. النوع الثالث اللي هو الستاندرد. الستاندرد اللي هو الحركة يرمز برقمين، خلينا نحكي اللي هو 1.00. هلا دولاريا كل نقطة ستاندرد يعني 10 دولار. الحركة السعرية لكل نقطة للعقد الستاندرد يعني 10 دولار. يعني على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار، انا اشتريت عقد ستاندرد لما يتحرك 100 نقطه باليوم، نضرب 100 نقطه ضرب 10 دولار، معناتها انا ربحان او خسران 1000 دولار من حسابي. هذا بعقد الستاندرد. فكل ما انا كبرت التداولات الموجوده عندي، كل ما صار في عندي قيمه الخساره او قيمه الربح بتكون اكبر. اي سؤال اي استفسار لحد على السلايدات اللي ماشيين فيهم؟ تفضل استاذ. نعم، منصة التداول لما بنفتح عملية التداول في عندي خانة اللي هي الفوليوم أو السايز دوت، أنا بيتم حتى بقدر إنه أدخلها يدويا. يعني على سبيل المثال أنت بدك تتداول، بدك تدخل مثلا النقطة السعرية تكون على سبيل المثال 15 دولار، أوكي؟ فبيتم وضع واحد ستاندرد ونص ميني مع بعض، بيتم وضعها يدويا 1.50. فبيتم الحركة السعرية لكل نقطة 15 دولار، فممكن أدخلها يدويا، ممكن أدخلها باي ديفولت موجودة عندي. تفضل. على نوع الحساب يعني المال اللي الأموال تكون مفتوحة عليه، يعني المايكرو كان بده فلوس جديدة، بينما العقد بده كمية كبيرة من 1000 و 2000 هلا يعني أنا اللي بحكيها على نفس ولا كلهم بيقدروا يستخدموا عندي؟ هلا بالتداول بالتداول باي ديفولت في عندي شيء اسمه مارجن، شيء اسمه حجوز. هلا اذا انا كانت قيمه حسابي على سبيل المثال 100 دولار 200 دولار 300 دولار، ما بقدر اني انفذ عقد ستاندرد لانه راح يتم حجز مبلغ موجود عندي اكبر من اللي موجود عندي. فما راح يتم اصلا، لما بدي اجي انفذ الصفقه راح يجي يحكي لي ما في عندك، ما في عندك اموال لتنفيذ العمليه، فبتم رفضها فورا. فانا لازم اعرف لما يكون في عندي حسابي لازم اعرف ادير راس مالي بقيمه العقود اللي موجوده عندي. يعني على سبيل المثال انا لما يكون حسابي مثلا 500 دولار مستحيل ادخل، حتى لو كان في عندي مارجن ما بقدر ادخل على قيمه العقد قيمه النقطه 10 دولار، لانه انا راح يكون في عندي 500 دولار تقسيم 10 50 نقطه، يعني حركه سعريه 50 نقطه حسابي زيرو. فانا لازم اكون عارف شو كيف قيمه المبلغ اللي بدي ادخل فيه. طبعا كيف قيمه المبلغ اللي بدي ادخل فيه؟ بنهايه المحاضره في عندي جزئيه اللي هي اداره المخاطر، اداره راس المال. هلا الجزئية التالية اللي هي الرافعة المالية الليفرج. هلا الرافعة المالية زي ما حكيت جزئية الميزات التداول، الرافعة المالية اللي هي أداة استثمارية بتكون متواجدة عندي بكل الحسابات الموجودة، بتوفرها شركة الوساطة، بتعطيني قوة شرائية للتداول، بتعطيني قوة شرائية للتداول. يعني على سبيل المثال لما يكون في عندي رافعة مالية 1 لـ100 بالتداول الالكترونيا، معناتها انا لما بدي اجي اتداول على حساب 1000 دولار بامكاني شراء 1000 ضرب 100 بتساوي 100000، بكون في عندك قدره شرائيه 100000. هلا انا كمتداول صح اني اجي اتداول ب 100000 فورا؟ لا طبعا، لازم اكون عارف اداره راس المال كيف بتتم بناء عليها اتداول فيها، فلازم اكون عارف. بس هي كقدره شرائيه بتكون متواجده معي، يعني هي ادفانتج بتعطيني اياها التداول الالكتروني قياسا بالتداول الفيزيكال على ارض الواقع. الجزئيه التاليه اللي هي الهامش المستخدم والهامش المتاح.
هلا اي تنفيذ صفقه بيتم موجود عندي على سبيل المثال، انا بدي احكي الليفرج موجود عندي اللي هو 1 لـ100، بدي اتخيل انا في عندي ليفرج حاليا رفعه ماليه 1 لـ100، نفذت كان في عندي حساب 10,000 دولار، نفذت صفقه مثلا اليورو مقابل دولار، اشتريت عقد ستاندرد موجود عندي. لما انفذ عقد ستاندرد راح يتم حجز هامش المحجوز اللي هي يوز مارجن، بحجز 1,000 دولار على الرفعة المالية، بصير حسابي، مش انا حكيت حسابي 10,000 دولار، فبيتم حجز 1,000 دولار، بصير في عندي 9,000 دولار اللي هي فري مارجن، الهامش اللي موجود عندي، الهامش اللي بقدر اتداول فيه، الهامش المتاح. هلا 9,000 دولار صارت الصفقة اللي موجودة عندي، ربحت انا 2,000 دولار، اوكي؟ هلا 9,000 دولار الموجودات عندي، صار 9,000 زائد الصفقة اللي ربحت فيها 2,000 دولار، 9 زائد 2,000 هي 11,000. المارجن المحجوز بتم إعادته إلك، 1,000 دولار اللي تم حجزها بداية الصفقة بتم إعادتها فورا. هلا الرافع الهامش اللي بتم حجزه، بتم حجزه فقط عشان إدارة رأس المال. يعني أنا لما بدي أجي أتداول، زي ما تفضل أستاذنا الكريم وسأل قبل شوي، لما أنا بدي أجي أتداول بحساب صغير وأتداول صفقات كبيرة، أول شغل راح يتم حجز مبلغ. فإذا كان أنا حساب صغير ما راح أقدر أتداول عليه لوتات عالية، سايز لوت اللي هو أنواع عقود مرتفعة، فراح يتم رفض هذا المبدأ لأنه راح يفي عندي هامش محجوز. فالهامش المحجوز بيتم حجزه بعد إغلاق الصفقة، بيتم إعادته. نفس المثال، 10,000 دولار نفذت صفقة ستاندرد على ليفرج موجود عندي 1 لـ100، أوكي؟ الصفقة خسرت معي 2,000 دولار على سبيل المثال. هلا 9,000 دولار الموجودين عندنا نقص منهم 2,000، هيضل 7,000. الهامش المحجوز بيتم اعادته لي، سواء كانت الصفقه ربحانه او الصفقه خسرانه بيتم اعادته لي، فبصير الصفقه بصير برجع حسابي 8,000 دولار، يعني خسران 2,000 دولار، اوكي؟ الهامش المحجوز بفيدنا بشغله واحده، انه التداولات التراكميه. بعض الاشخاص لما بيجي بتداول على سبيل المثال، بدخل عمليه شراء ثم عمليه شراء، فلما بيتم حجز هامش بخفض عمليات الموجودة عنده، عمليات التداول المستمرة. هيك انهيت الجزئية الأساسيات. في أي استفسار على السلايدات اللي حكيت عنها عشان أبدأ على أحكي عن منصة التداول اللي هي ميتا تريدر 4؟ أي شيء مثلا، أي سؤال، أي استفسار على الجزئية اللي حكينا عنها سابقا بالسلايدات السابقة؟ تفضل أستاذ. هلا زي ما تفضل، الليفرج والرافعة المالية سلاح ذو حدين. هلا كبر الرافعة المالية يعتبر سيء إذا كان أنا تداولات تراكمية، لأنه لما بكون في عندي رافعة مالية مرتفعة جدا، يعني على سبيل المثال 1 لـ1,000، بعض الشركات تقدم 1 لـ1,000، فهذا disadvantage معي، لأنه راح يخليني أزيد بالمخاطرة، التداولات راح تزيد المخاطرة الموجودة عندي. فأنا لما بكون في عندي رافعة مالية معتدلة من 1 لـ100 1 لـ400، بتخليني انه اليوز مارجن الهامش المحجوز اقل، على سبيل المثال 1 لـ400 حجزه مثلا عقد الستاندرد بحجز 250 دولار، صح؟ بينما عقد الستاندرد على الرفعة المالية 1 لـ100 بحجز 1,000 دولار، 250 ب1,000 دولار، انا اقل، تم حجز مبلغ اقل. بس هلا لما يجي يكون في عندي حجز اقل، شو راح يخلي سيكولوجيا نفسيا؟ راح يخليني انه انا تزداد عمليات التداول عندي، لانه لما انا بدي اجي اتداول على سبيل المثال، داولت اليورو، اشتريت اليورو، صار في عندي مثلا السعر مشي حركه عكسيه عكس اتجاهي، بما انه انا في عندي فري مارجن راح يشجعني اني اشتري، راح يصير في عمليه شراء اخرى. كل ما بصير انخفاض سعر راح تصير في عندي عمليات شراء اخرى. فالرفع المالي سلاح ذو حدين زي ما تفضلت. اذا كنت انا بدير راس مالي ضمن خطه معينه راح احكي عنها، اللي هي طبعا لا تتجاوز 2% 1% لكل مركز دخول موجود عندي، لكل بوزيشن بدخل فيه، الرفع المالي بتكون ادفانتج. بس انا لما بكون تداولاتي ما بناء على بدون اداره مخاطر، راح تكون مضره جدا بالنسبه لي، لانه نهايتها خساره. تفضل. بالنسبه
تفضل. بالنسبة للرافعة المالية، هل أنا لازم أستخدم الحد الأقصى للرافعة المالية ولا ممكن أستخدم جزء منها؟ لا لا، هاي نقطة. النقطة الأخرى، يعني المعروف بالنسبة للرافعة المالية هو مثل ما تفضلت محاضرة واحدة، في حال الارتفاع بكون حققت مبالغ كبيرة جدا في حالة الربح، وفي حالة الخسارة بتكون الأثر عكسي كبير جدا. هسي إذا كان أنا متاح لي رافع عالي جدا وممكن أستخدم نصها، ممكن أستخدم 10% 20% منها، بكون الأمر كثير جيد للمتعامل، بكون عنده مرونة. لكن بده يستحمل عقله قديش بيستخدم، قديش عنده هو بيتحمل ريسك، يعني قديش ممكن إدارة المخاطر. زي ما تفضلت وسألت السؤال الأول اللي هي ممكن أنا أحط رافع مالي، ممكن أختار رافع مالي 1 لـ100، ممكن أختار رافع 1 لـ200، 1 لـ400، ما في عندي أي مشكلة باختيار الليفرج. زي ما تفضل وحكى الليفرج بتفيدني، زي ما قبل شوي حكيت اللي هي كيوز مارجن، كهامش محجوز عندي، كصفقة واحد ستاندرد بتم حجز $250 على سبيل المثال بصفقة على رافع مالي 1 لـ400، بينما بتم حجز $1000 على رافع مالية 1 لـ100، فبتعطيني في عندي فري مارجن بتشجعني لدخول أكثر. أصحاب رؤوس أموال الكبيرة طبعاً الليفرج الكبيرة بتفيده أكثر، بس ضمن إدارة مخاطر مقتصرة جداً 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 اللي راح أحكي عنها بعد شوي إن شاء الله. أي استفسار؟ ما تفضل أستاذ. الرافع عندهم أعلى شيء ما إلا 1 لـ21. الـ NFA. ليش طيب؟ شو يعني؟ صارت فترة من فترات أتوقع، على ما أتوقع بال 2010 الـ NFA اللي هي الهيئة الرقابة المالية الأمريكية تم تجنيد، في عندك تجنيد عدة أمور، منها الرافعة المالية، صارت الرافعة المالية 1 لـ20، منعوا الهيدجينج فيها، حددوا بعض السيمبولز للتداول. هلا كل هيئة رقابية بتكون موجودة عندها بتكون في عندها آلية معينة، يعني على سبيل المثال لما بدي أحكي على FSA اليوكي اللي هي بريطانيا، في عندها سياسة معينة. الـ NFA الأمريكية عندها سياسة معينة. فترة من الفترات شفنا انطلاق الشركات لأستراليا، أخذوا ترخيص من أستراليا، عندهم سياسات معينة. فكل هيئة رقابية ضمن عندها سياسة معينة فيها. أي استفسار آخر؟ نحكي عن ميتا تريدر 4. هلا ميتا تريدر 4 هلا هي منصة تداول متواجدة عندنا من الميتا كود، من الميتا كود. تم إيجادها بال 2005. هي منصة تداول متواجدة لكل شركات الوساطة تقريبا. طبعا عندهم اوبشنال انه الشركة تقدم ميتا تريدر 4 او ميتا تريدر 5. هلا ميتا تريدر 4 بالنسبة كتداول يعتبر هو الأكثر شعبية لأنه من 2005 متواجد لحد فترتنا الحالية، فبتلاقي هو أسهل أسلس بالنسبة للتحليل زي ما نحن راح نحكي عنه بجزئية التحليل الفني. راح أحكي عنه كمنصة تداول. طبعاً بتكون موجودة على موقع التداول اللي هي nourilmal.com. بتم فتح من عند خانة الأوبن أكاونت، أوبن ديمو أكاونت. طبعاً الاختلاف بين أوبن ديمو أكاونت والأوبن ريل أكاونت اللي هو زي ما نحن حكينا، في عنا نوعين من الحسابات، نوع حساب تجريبي ونوع حساب حقيقي. نوع حساب التجريبي اللي هو بتكون أموال غير فعلية متواجدة معك، بتم محاكاة السوق تماماً بدون أدنى أي اختلاف. يعني أنا متواجد عندي لما أجي أفتح اللايف أكاونت سعر اليورو 1.2450، بكون متواجد بالديمو أكاونت على نفس اللحظة على 1.2450، أوكي؟ ما في اختلاف بالمرة، سواء بعملية التداول، سواء بالأسعار المتواجدة، فهو يعتبر محاكي للحركة الفعلية للسوق. لما بدي أجي أفتح، إما بختار لايف أكاونت أو أوبن ديمو أكاونت. عند الضغط على أوبن ديمو أكاونت في عندي مجموعة معلومات بدي أعبيها أولاً، بعدين في عندي داونلود ناو. لما بنزل منصة التداول بنزل عندي كفولدر موجود عندي على الكمبيوتر، طبعا بنزله بعمل له انستول عادي موجود عندي بالطريقة اللي نحن بنعرفها، اي زي اي برنامج متواجد عندنا. الخانة اللي بتفتح لنا عند منصة التداول بتكون بهذا الشكل. هاي منصة التداول.
هلا منصه التداول اللي بتواجد عندنا زي ما انتم شايفين في خانه السيرفر الموجوده عندنا اللي مضلل عليها، خانه السيرفر اللي هي واحده من الثنتين، اما ديمو اكاونت او ريل اكاونت. اذا كانت انت حسابك اللي فاتحه من موقع الشركه موقع نور المال ديمو اكاونت، فانت لازم تحط السيرفر ديمو اكاونت عشان يفتح الحساب، او لايف اكاونت اذا كان، او ريل اكاونت اذا كان حسابك حقيقي. طبعا اللوجن والباسورد بيتم ارسالهم باي ايميل. هلا الخانه او الخانات اللي متواجده عندي بمنصه التداول انا شو ممكن استفيد منها؟ هلا كمنصه التداول بيتا تريدر فور بتفيدني شغلتين. اول شغله للتداول الفعلي اللي بقدر اتداول، مش النقطه الثانيه اني انا بقدر احلل عليها. نوع التحليل اللي راح نحكي عنه مش سلسله التحليل الفني اللي هي التداول على الرسوم البيانيه. فمنصه التداول بتتيح لي تشارتات، بتتيح لي رسوم بيانيه، انا بقدر اعمل رسوم عليها، بقدر ارسم عليها لاتخاذ قرار للتحليل اللي انا بحلل عليه. هلا عندي خمس خانات موجوده عندي. الخانه الاولى اللي هي قوائم ادوات الرسم والتحليل اللي هي حاط عندها نمبر 1 طبعا. هدول القوائم الموجودين عندنا. الخانه الثانيه اللي هي عندي قائمه بيانات ازواج العملات، بكون في عندي الاسعار ازواج العملات والاسعار متواجده فيها. الخانه الثالثه عرض المؤشرات الفنيه. الرابعه قائمه صفقات الحساب. الخامسه اللي هي واجهه عرض الرسوم البيانيه اللي هي طبعا مفيده للتحليل الفني. رح نبدا فيهم طبعا على بشكل سريع رح احكي عنهم. هدول بيحتاجوا ما يزيد عن ساعتين الحكي عنهم، رح احكي عنهم هيك بسرعه. الخانه الاولى اللي موجوده عندنا اللي هي موجوده عندنا اللي هي التولز الشريط اللي موجود عندنا. اول وحده اللي هي اضافه رسم بياني. طبعا اضافه رسم بياني هاي الخانه او التول الموجود عندنا او الشريط الموجود عندنا اللي هو للتحليل الفني للتكنيكال اناليسيس. النقطه الثانيه اللي هي التحكم بالبروفايل. الثالثه فتح قائمه بيانات ازواج العملات. الرابعه فتح القائمه التفصيليه لبيانات العملات. فتح الخامسه فتح قائمه المؤشرات الفنيه. السادسه في عندنا فتح قائمه البيانات المساعده. السابعه مختبر استراتيجيات التداول. الثامنه اللي هي صفقه جديده. طبعا الصفقه الجديده اللي هي نيو اوردر اللي انا بدي انفذ اي صفقه بدها تكون تنفيذ عندي عن طريقها. التاسعه معالجه البرنامج. عشره المنتج الاداري. سريعا اذا بدي احكي عنهم ناخذ على الصفقه الجديده رقم 8 اللي هي نيو اوردر. طبعا النيو اوردر لما انا بضغط عليها بفتح لي انه انا بدي انفذ. شفت الصفقات اللي حكيت عنها انه انا بقدر انفذ باي او سيل، او بقدر انفذ بيندينج اوردرز او ماركت اكسكيوشن. بدي انفذ قيمه العقد اللي متواجده عندي كقيمه عقد، كلها بتكون من ضمن الخانه صفقه جديده. هلا العاشره اللي هي المتاجر الالي. طبعا المتاجر الالي لما تسمع فيها بدايه راح تعتبر انها هي ادفانتج موجوده عندك، بس هاي كتداول فيها يعتبر خطيره جدا. المتاجر الالي هو يعتبر عباره عن اكسبرت. اللي هو محاكي للاستراتيجيه اللي انا بتداول فيها. على سبيل المثال انا كان في عندي استراتيجيه معينه عباره عن مؤشرات فنيه بتكون متواجده عندي. لما اوصل السعر مثلا على نقطه معينه من هذا المؤشر بيتم تنفيذ الصفقه شراء. على سبيل المثال نحكي هيك، انا مبرمج رحت برمجتها هاي الاستراتيجيه اللي موجوده عندي، برمجتها بلغه البرمجه اللي موجوده عندي، فصار عندي شيء اسمه اكسبرت رقم 10 متاجر الي. هلا المتاجر الالي بيتم وضعه على منصه التداول. بده يكون في عندي انترنت 24 ساعه علشان يتم تنفيذ الصفقات، عشان يتم قراءه البرمجيه. هلا لما بيتم التنفيذ بصير لما يوصل عندي كاستراتيجيه يوصل لنقطه معينه اللي انا برمجت عليها بيتم تنفيذ الصفقات فورا بشكل الي، سواء انا دخلت او ما دخلت بيتم تنفيذها بشكل الي. هلا انا ايش حكيت عنها؟ انها هي تعتبر ديسادفانتج، لانه غالبيه المتداولين بيجي بعد بدور على جوجل بيطلع اكسبرت موجود عنده، بيتم اختباره مثلا على سبيل المثال لمده شهر شهرين على حساب ديمو، بيتم نجاحه للفتره، بروح بحطه على حساب لي وهو ما بكون اصلا عارف على ايش بيتم التداول. فبكون غالبيه الخساره كنسبه مئويه الخساره اكبر من ربحها. فليش اعرض حل لهذا الشيء؟
كإكسبرتات غالبية اللي بتكون متواجدين إذا بتيجي بتفتش عليهم بتكون بيتم عرضهم زي ما نحكي المحاكاة للفترة السابقة للهيستري للفترة السابقة اللي كان فيها تداول. فلما بتشوف عملية التداول كهيستري موجودة عندك بتشوف عمليات ربح كانت متواجدة لأنه عمل السيتنج لفترة التداول مثلا من 2015-2016 بما يتناسب مع الحركة السبعية بهذيك الفترة الزمنية. فبيتم وضع الإكسبرت لما بتيجي تشوف بتحكي عنه إنه أوكي رابح إكسبرت رابع إدارة رأس المال كويس درولاون كمخاطرة ممتاز جدا. لما تيجي تجرب فعليا على التداولات الفعلية للفترة الحالية بيتم الخسارة. فكإكسبرت ما تجرب إكسبرت إلا إذا كان من بنات أفكارك نفسها. تفضل. متداول انت لك اثر عليه بعد ما نجح يعني انت بتحط يعني اوبشنز عليه لهو نفسه جاي جاهز. هلا الاكسبرت برمجه انا بجي ببرمجه بعطيه انا تعمل مبرمج ولا تعمل هلا هاي بتعني خدمه. اذا انا مش مبرمج اكيد بدي الجا لمبرمج يبرمج لي اياه فانا بكون بعطيه الافكار تاعتي وهو برمجها. فبناء يعتبر الاكسبرت بناء على افكار. اي واحد. اثنين ممكن اعمل سيرش على الانترنت راح يطلع عندي ما يقارب مليون اكسبرت موجود. بقدر انزل اي اكسبرت موجود فراح يكون تفعيله بناء على افكار صاحبه مش افكاري انا. الشق الثاني من سؤالك انه انا بقدر اتدخل يدويا اذا انت زي ما احنا شايفين عند رقم 10 اوتو تريدنج محطوط اشاره ستوب. لما باجي بحط ستوب يعني انا ما بدي لما بضغط عليها بتعطيني اشاره زي اشاره البلاي اشاره الاخضر اشاره البلاي فبيتم وقتيها التداول على الاكسبرت. فانا بقدر كمتداول اذا كنت بتداول على الاكسبرت اني اعمل عمليه الايقاف في اي وقت انا بشوفه غير مناسب. اي استفسار اخر؟ تفضل. في نجاح اللي بيبيعوا بالاسواق او وبالنسبه للاوتو اذا شغلناها ضغط في الجهاز برضه كمان بضل يعمل واحد. هلا الجزئيه الثانيه الجزئيه الاولى اللي هي هل هو اي شراء اكسبرت انا عن نفسي ما بايد. انا بالنسبه لي كمتداول ما بايد انا ما تداولت بشكل ماني بل بشكل يدوي بشكل انه بناء افكاري كتحليل بما ينص عن تحليلي انا شخصيا انا ما بتداول. فكاكسبرتات انك تداول الاكسبرت يعني خطيره جدا لانه راح يتداول 24 ساعه سواء انت موجود او مش موجود على منصه التداول. الجزئيه الثانيه اللي هي بقدر اربط بالجزئيه الاولى اللي هو اذا كانت فاتح الانترنت 24 ساعه انا راح يشتغل الاكسبرت عندي. اول ما بسكر الانترنت او بطفي الجهاز بتم ايقاف الاكسبرت فورا. هاي واحدة. الثانية إذا أنت زي ما إحنا شايفين جنب رقم 10 الجزئية هاي متواجدة عندنا هاي اسمها VPS. VPS اللي هي Virtual Provider. هلا Virtual Provider سيرفر بتعطيني سيرفر وهمي بالاشتراك فيه صرت لما أعمل عليها سبسكرايب من الميتا تريد من الميتا كود نفسها لما أعمل سبسكرايب بتعطيني زي إنه أنا بدخل على السيرفر بيعطيني أرقام اي في بدخل عليهم بيتم تنزيل منصه التداول فيها والاكسبرت الخاص فيه. اوكي فلما بتعطيني اياها السيرفر بدخل على منصه التداول بيتم فتح منصه التداول. لما اسكر جهازي راح يتم استمرار الميتا تريدر على الفي بي اس على الفيرتشوال على السيرفر الوهمي لمده 24 ساعه. فبصير الاكسبرت شغال 24 ساعه يعني سواء طفيت الجهاز او ما طفيت الجهاز. يعني جزئيتين الجزئية الأولى إذا أنا بدي أحط الإكسبرت على جهازي وطفيت الجهاز بطفي الإكسبرت فورا. إذا أنا كنت عامل سبسكرايب على سيرفر وهمي سيرفر موجود اللي هو فيرتشوال بروفايدر سيرفر بصير عندي الإكسبرت يشتغل 24 ساعة. هاي طبعا محتاج سبسكرايب من الميتا تريدر نفسه ميتا كود. هاي استفسار عليكم. الجزئية التالية اللي هي بتفيدنا بعملية التحليل الفني.
اقسامها، رسم بياني للاعمده، رسم بياني للشموع، ورسم خطي راح احكي عنهم الثلاثه بالجزء التحليل الفني. طبعا الزوم ان والزوم اوت التكبير والتصغير، ترتيب الرسوم البيانيه اللي هي بتكون متواجده عند منصه التداول، والجزئيات الاخرى. طبعا خلينا نحكي انه كله مش مهمات الا الجزئيه العاشره. عم نحكي عن الجزئيه العاشره اللي هي تغيير الفترات الزمنيه لما التحليل وتغيير القالب بالبرنامج. الجزئية الثانية راح أحكي فقط على رقم 7. رقم 7 هي تعتبر من أدوات التحليل الفني الموجودة عندنا. طبعاً مش راح أحكي عن التحليل الفني لأنها تحتاج وقت لنحكي عنها، بس سريعاً راح أحكي عنها هلا. رقم 7 أداة من الأدوات الفنية اللي هي تعتبر اسمها الفيبوناتشي ريتريسمنت، فيبوناتشي ريتريسمنت اللي هي الفيبوناتشي التصحيحية. هاي بتتم وضعها أداة من الأدوات لمعرفة المعرفة بالتحليل الفني. الجزئية الثانية اللي هي الأطر الزمنية. الأطر الزمنية متواجدة عند الأطر الزمنية. هلا شو بتفيد الأطر الزمنية؟ هاي المعلومة دقيقة، خمس دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، هدول خلينا نحكيهم كلهم مع بعض ونكون موجودين، أربع ساعات، يومي، أسبوعي، شهري. هلا كل واحد من الموجودين عندنا بتحول لرسم البياني، رسم البياني لا تايم فريم للزمن اللي انا حاطه. على سبيل المثال لما انا اضغط على الشهري فبصير عندي الاتشارت والرسم البياني الموجود عندي بيتعامل مع التداولات الشهريه. كل شمعه متواجده عندي على رسم البياني تمثل شهر كامل. نفس الشيء بالنسبه لاسبوع، كل شمعه راح تمثل اسبوع. يوم، كل شمعه راح تمثل يوم. بالنسبه للشموع راح احكي عن جزئيه التحليل الفني اللي هي اول نقطه راح تكون عنها. الجزئيه الثانيه اللي هي حكينا عنها سريعا بشوي، في عندي ثلاث خيارات اللي هي بالماركت ووتش الموجوده عندي. الماركت ووتش بتنقسم لثلاث اقسام اللي هي السمبل البير اللي هو الازواج التداول، البيد والاسك السعر، البيع والسعر الشراء الموجودين عندنا. الجزئية الثانية هي معلومات الحساب. طبعا معلومات الحساب بتكون موجودة عندنا بخانة متواجدة على يسار الشاشة. الأكونت موجود عندنا إما بيكون زي ما احنا حكينا سيرفر، إما يكون سيرفر ديمو أو السيرفر لايف. تحتيها في عندي إنديكيترز. إنديكيترز معناتها المؤشرات الفنية أو المؤشرات. المؤشرات هي بتكون موجودة عندي عند وضعها على رسم البياني، بتعطيني برمجيا بما يتم برمجة المؤشر عليها. يعني على سبيل المثال أنا وضعت يتم حساب معدل الحركة السعرية مثلا لـ 50 يوم، بيتم رسم خط بوضعه على مدة 50 يوم، الأفرج مدة 50 يوم. فهاي المؤشرات الفنية بيتم عمل برمجة حسابية كمؤشر، بيتم لما يتم وضع الحساب بيتم الحساب فورا بشكل تلقائي، بيتم على كل إغلاقات سعرية، على كل إغلاق على سبيل المثال كل يوم، بيتم إعادة الحساب نفسه وتغيير شكل المؤشر. السكريبتس اللي هي تشبه الاكسبرت ادفايزر. هلا الجزئيه اللي موجوده عندنا اللي هي جزئيه عرض الحساب. جزئيه عرض الحساب بتكون عندنا 12 خانه موجوده عندنا. اول وحده اللي هي عرض بيانات الصفقه. طبعا عرض بيانات الصفقه اللي هي المقصود فيها الصفقه الحاليه المتواجده في السوق اللي هي بتكون فلوتنج. فلوتنج متواجده عندنا، يعني على سبيل المثال انا عملت عمليه شراء لليورو، عملت عملية بيع للباوند، بيتم وضعهم ضمن خانة التريد متواجدات كصفقات. مع كل حركة سعرية بيتم وضعها كتأثير كصفقة نقطيا أو دولاريا، سواء أنا وضعتها كأشوفها دولاريا أو نقطيا. النقطة الثانية اللي هي الإكسبوجر اللي هي بيان نسبة المخاطرة. الثالثة اللي هي عرض جميع العمليات والصفقات. طبعا بيتم كهيستوري كتاريخ موجود عندنا أي صفقة بيتم إغلاقها بيتم ترحيلها فورا من خانة التريد للأكاونت هيستوري. بيتم ترحيلها فورا سواء كانت عملية خاسرة أو عملية رابحة، فورا بعد إغلاقها بيتم ترحيلها على الأكاونت هيستوري. فأنا بالنسبة لي لما باجي أفتح أي حساب تداول موجود عندي فالأكاونت هيستوري بيتم وضعه من بداية عمل الإيداع لآخر عملية تداول موجودة عنده. النقطة الرابعة اللي هي النيوز الأخبار. الأخبار اللي بتكون متواجدة عندنا بالسوق بتكون أبديتد موجودة عندنا. النقطة الخامسة اللي هي الأليرتس. الأليرتس اللي هي بتعطيني كتسعير. على سبيل المثال أنا بدي أحط سعر
يتم وضع انذار على سعر معين، فبتم بيعطيني اليرت عند وصول السعر لهي النقطه. طبعا لازم يكون منصه التداول مفتوحه وقت وصول السعر لهنا. الميل بوكس اللي هي المراسلات اللي بتكون موجوده، رسائل خاصه المرسل طبعا من شركه الوساطه. رقم 7 اللي هي الكومباني الموجود عندنا اللي هي الشركه، موقع الشركه عند الضغط عليها موقع الشركه. رقم 8 اللي هي السوق الالكتروني، طبعا السوق الالكتروني اللي هو تابع للميتا كود، لشركه الميتا كود نفسها اللي هي مزوده لمنصه التداول. رقم 9 الارتكلز، المقالات اللي بتكون متواجده على موقع الميتا كود. رقم 10 اللي هي عرض المؤشرات للادوات الالكترونيه المساعده المبرمجه، اي حركه سعريه بتصير بحرك الانديكيتورز الموجوده عندي فبيتم وضعها فورا بالرقم الكود بيس. الاكسبرتس اللي حكينا عنها قبل شوي، التداول الالي. رقم 12 عرض فعاليات الحساب اللي هي الجورنال اي صفقه بيتم تنفيذها على سعر معين على سبيل المثال بيتم وضعها بالجورنال فورا على السعر اللي تم تطلب فيه. تفضل استاذ.